هو المزيد من المتابعة والتفاصيل. ينضم إلينا من كاليفورنيا الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بالقاهرة الإخبارية. دكتور أشرف، أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. إذن اليوم كيف تقرأ هذا الرد والدعم الأمريكي؟ بالتأكيد هناك الكثير من التصريحات التي خرجت من ماثيو ميلر ومن باتريك رايدر، بالإضافة إلى أيضا جاك سوليفان. على ما يبدو هناك دعم من قبل يعني لا محدود، خصوصا في تشجيع إسرائيل على هذه الرد، على الرد على هذه الهجمة والوقوف إلى جانبها. إذن ما هو المتوقع؟ بل إن هنا في الولايات المتحدة الأمريكية بعض الصفور بيحاولوا يدفعوا إسرائيل إنها تستهدف المنشآت النووية الإيرانية، وبيقول إن ده فرصة مناسبة لضرب إيران، ويتحقق حلم نتنياهو في إشعال الشرق الأوسط، ويتحقق حلم نتنياهو بأنه جر الولايات المتحدة إلى حروبه وحروب إسرائيل. وسواء كانت حروب نتنياهو أو حروب إسرائيل، يعني هي بتأكد على ما قاله الرئيس السيسي مسبقا في أكثر من مرة، الخوف من حرب إقليمية أو تصاعد أو الولوج أو الذهاب إلى حرب إقليمية. طبعا إرسال الصواريخ يعني النهاردة من قبل إيران هي طبعا حدتها ونوعيتها مختلفة عن صواريخ إبريل. في بعض من تلك الصواريخ يعني سقطت دون تصدي القبة الحديدية أو صواريخ السهم الإسرائيلية، وبالتالي دي بتفتح سيناريوهات تانية. لو الضربة الثالثة الإيرانية بصواريخ مختلفة مجنحة أو باليستية واستطاعت أن تضرب العمق الإسرائيلي بأسلحة مختلفة، ما هو سيكون الموقف في إسرائيل؟ الخطر اللي هو مش قادر يفهمه نتنياهو، واللي احنا في تحليلنا كنا دائما بنحاول نأكد عليه، اللي هي فكرة إن الجماعات التي ليست بدول المدعومة سواء من إيران ممكن أن تستخدم أسلحة أو عمليات عدائية لرد الرد، يعني كنوع من الانتقام للي بيحصل لهم لمواطنين في فلسطين أو في لبنان، ده وارد. وبالتالي هذا نتنياهو فريق الحرب غير فاهم إن التصعيدات أو العملية المتتالية دي ممكن تودي مستقبل دولة أو دولة الاحتلال إلى المجهول بشكل كبير. حاجة تانية بقى واللي هي كانت ملفتة للانتباه، اللي إن في 6 إسرائيليين اتقتلوا من استهداف 2 مسلحين بجانب محطة القطارات أثناء محاولة طبعا الاقتراب من يعني الأماكن اللي بيحتموا بيها من الصواريخ الإيرانية. هنا ده عنف داخلي بيهدد برضو دولة الاحتلال، وإذا زاد الأمر، لأن هو زاد خلاص، هو طبعا نتنياهو بفريق الحرب الظالم، هو خلى في كل نفس فلسطيني وكل نفس لبناني وسوري وعراقي ويمني الرغبة في الانتقام، وده اللي بيأكد على أن احنا أمام يعني عمليات متكررة. هل يمكن نسميها عنف داخلي؟ الإسرائيليين يقول لك عليها إرهاب، ولكن في القانون الدولي الناس بتتكلم عنها لأنها مقاومة، لأن دول ما قالوش إن هم تبع جماعة معينة، ولكن هم شايفين إن ده التجبر من دولة الاحتلال اللي هي ضربت بعرض الحائط القانون الدولي. الأمور دي بتأكد للقاسي والداني إن فكرة إقامة الدولتين وإعطاء الحقوق للشعب الفلسطيني وللفلسطينيين ده ممكن يحقق السلام الحقيقي والاستقرار في الشرق الأوسط، ونبعد بقى عن شبح الحرب الإقليمية، ونبعد عن العنف الداخلي، ونبدأ نتحدث عن مستقبل يساعد الدولة الفلسطينية ويساعد الدولة الإسرائيلية على أن يكون في علاقات مع أوروبا ومع الولايات المتحدة وعلاقات تجارية، ويبدأ الشرق الأوسط ينعم يعني من أكثر من 75 سنة، وهذا وزير المنطقة في هذا الدمار والحرب والقتل بشكل مستمر. شيء مؤسف أن القيادات في دولة الاحتلال فقدت رشدها وعقلها وتؤمن بالقوة
وليس إلا القوة. وطبعا اللوبي الإسرائيلي ضغط على البيت الأبيض وهو كمان يؤمن بالقوة، وكأن العرب يقتلوا كالدجاج، وكأنهم شعوب ليس لها وزن ولا لها وليس لها قيمة كالشعوب الأمريكية أو شعب إسرائيل.